بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة في مادة Maintenance of X-ray Devices موجهة لطلبة دبلوم المعهد الفن الصحي شعبة الأشعة. موضوعها دوائي أجهزة الأشعة كولاميتر الجريد الكنترول بانل. مهندس مجدي يونس معهد القاهرة بمبابة. الحاجة احنا اتكلمنا قبل كده في الأنبوبة في الستاند وفي التيبل الوقت الكولوميتر. الكولوميتر احنا عارفين ان ده الديفايس اللي بينروز زبين اوف اكس راي، يعني بيتحكم في خروج البيم اللي خارج من الاكس راي من التيوب. البيم ده عشان نحكمه على قد العضو اللي بنصوره عشان المريض ما يتعرضش، المريض والمحيطين والاستاف ما يتعرضش للاكس راي ازيد من اللازم. ده ميتاليك بارير طبعا محاط بالرصاص وفتحة معينة وفيه زي شاترز زي الشاتر بتاعة الكاميرا اللي بتطلع الضوء بتاع الكاميرا، بحيث ان الجزء المفتوح هو اللي يخرج منه الاشعة، يبقى الباقي محمي بألواح من الرصاص تمنع خروج الاشعة في الاجزاء الاخرى دي. كأنه فلتريشن، يعني كأنه هو طبعا فلتريشن هي جريد، لكن هنا كأن انا ضيقت او خرجت على قد ما انا عايز من الاشعة. ده فور سيفتي بيربوس، يعني في الاساس ده مهم عشان حمايه المحيطين. الريكوايرد تول فور مينتنس اوف كولوميتر البيزك تول كيت، له حاجات برضه مخصوصه بتبقى مع مهندسين الصيانه. الالاينمنت تمبل يعني فيها حاجه خاصه بالضبط زي مسطرة الضبط كده، وهحتاج كاسيت مقاس 24 في 30 وحاجات خاصه بمطهر ووسائل وفودره للتنظيف او حاجه زي كده. البيم واضح ان هو زي ما احنا لو بصينا للصوره دي بنقول ايه؟ ان البيم عند اكس راي فوكس كده، ان البيم طالع من المنطقه اللي هي ده سنتر خروج الاشعه، ده بنسميه السورس. المسافه من السورس الى الوضع اللي هو الكاسيت اللي هو الايمج ريسبتور دي اللي كان هو الكاسيت اللي بيستقبل الاشعه، ده بنسميها الاس اي دي. المسافه بين السورس تو ايمج ريسبتور ديت بتبقى في حدود المتر 90 سنتي الى متر في القياسات. الكولوميتر هنلاقي ان المنطقه الازرق دي هي اللي بتتحكم في خروج هذا البيم. البيم دوت ممكن يصغر او يكبر، لان البيم بيكبر كلما المسافه زادت بقانون التربيه العكسي. فعشان نتحكم في البيم هنا بقى اتحكم في الكوليميشن، نتحكم في فتحه خروج الايه البيم من هنا من الحته دي. الكوليميتر جنرال مينتنس ان انت بتتشيك الكيبل اللي واصل بالكوليميتر، بتتاكد ان الكيبل دوت ما فيش شارب ايدج خاصة بالكوليميتر ممكن ما تعورش الكيبل نفسه. واثناء الروتيشن الكوليميتر ده بتدور ساعات ان ما يبقاش ما يلفش على الكابل ده، ما يلفش على الكوليميتر ويعيق حركته او الكابل يحصل له شد او حاجه. بتشيك الاوبريشن اوف ذا كوليميتر بليدز اللي هي الالواح نفسها انها بتفتح وتقفل، في بعض الاحيان يقفل في ناحيه ما يقفلش في ناحيه، بيبقى ساعات ايه لوحين مع لوحين ولوحين عكسهم او يبقى في 8 الواح مع بعضها. بتشيك ذا اوبريشن اوف كوليميتر لامب، اللمبه بتاع الكوليميتر تايم، واللمبه دي مرتبطه بتايمر يعني بتدوس المفتاح اللمبه بتاع الكوليميتر تنور لمده نص دقيقه وتطفي بعدها اوتوماتيك على ما تكون ايه عرفت ان الصوره هتنزل فين. طب بعد ما تطفي ان التايمر ده مظبوط ولا مش مظبوط، بتقيد وما بتطفيش، بتطفي وما بتقيدش من الاساس، وكل المشاكل ديت بتاع الكوليميتر. ايفالويت ذا انتنست اوف ذا لايت بيم فروم ذا كوليميتر، ان الضوء اللي طالع من الكوليميتر ده في حاجه بتمنعه بتخليه باهت بتخليه مش مظبوط، بتتاكد برضو ان هو تمام. في بروكوشن مع الجزئيه دي، ان انت تتاكد ان الباور خاصه بالجنريتور طافيه لو انت بتتعامل مع الفيلمنت او بتتعامل مع الديفرنت بوزيشن خاصه بالكوليميتر. بتتاكد ان الجلوب اللي هو الاساس اللي بتركب فيه اللمبه، لو مع تركيب لمبه ان انت بتتعامل مع بتفك لمبه او بتركبها، بتفك اياها بيبقى ما تمسكهاش وهي سخنه، بتركبها تتاكد ان الدنيا طافيه، تغيير اللمبه دايما يكون الجهاز طافي. وين ان باكينج
and inserting new blood don't handle it directly instead use tissue. يعني لازم تمسك تمسك اللمبه بحاجه بفوطه كده او بحاجه بحيث ان انت ما تبقاش ايه ما تلمس اللمبه ايه بايديك، لان دي ممكن ولمس اللمبه دي واخده جهد 12 فولت، فممكن الجهد ده كهرباء كمان، فما ما تعملش اللمبه دي من الحساسيه انها عباره عن طبطشات ايدك عليها وصوابعك عليها دي تحجب من ضوءها كمان. This is very important when handling quartz halogen globe، لان ده لمبه حساسه جدا وبتتعامل معاها بحرص اثناء التغيير بتاعها او اثناء فكها او التعامل معاها. الهالوجين لايت بلب اور لامب اللي هي اللمبه، المنظر ده هو منظر اللمبه وبقعدتها وبتتركب كاسكرو كده بتتحط بتتثبت، هي لها رشتين الحقيقه بيغرزوا في مكان كده بثبات. هويفر تشينجينج ذا كولوميتر لامب اولويز انشور ذات ذا باور از تيرند اوف اند ذا كوبمنت از امبلاجد فروم ذا باور بوينت، يعني تبقى الجهاز طافي وما تتركبش والجهاز شغال. ضبط الكولوميتر الالاينمنت الكولوميتر بتختبر ان الكروس هير في مكانها اللي هي نازله على الترابيزه، بتختبر ان الباك سنتر لايت از فيتد، ان الضوء اللي متسنتر على مع الباكي نفسها اللي جوه، اللي يعني مش الترابيزه لا الباكي نفسها، انت الباكي بتاخد الصوره. في سكيل موجود مع الكولوميتر، انت بتفتح بقد ايه او بتقفل بقد ايه، تراعي هذا السكيل وتتاكد ان هو مظبوط، وبلوغ اختبار باستخدام الفيلم، بتصور بمسافه من 100 سم بتصور على الفيلم، بتصور اكثر من صوره وبتتاكد ان الصور دي طالعه متظبطه مع الوضع اللي انت عايزه. تو تيست ذا الاينمنت اوف اكس راي تو ذا لايت بيم، تحط الاكس راي الاينمنت تمبلت اللي هي المسطره اللي هي من ادوات ضبط الكوليميتر يعني على الكاسيت، وتكوليميت بتشتغل على 24 او 26 سم، يعني في حدود 24 26، طبعا الكوليميشن بيجيب لحد 40 سم، فانت تشتغل على نص المسافه وتتاكد مع كل فولت قليل وميل امبير قليل، وتشوف الفيلم ده هيبقى شكله ايه، الفيلم ده متسنتر ولا مش متسنتر، وبعدين تدور الانبوبه وتاخد برده صوره ثانيه مع الروتيشن، بحيث مع الروتيشن للكولوميتر برده بحيث تاخد صوره ثانيه، عشان انت جبت الوضع الافق يعني اكس والواي بتوع الكولوميتر نفسه. ده شكل الكولوميتر، الكولوميتر باين بقى السكيل بقى موجوده اهو تحت اللي هو الاتش والاتش المقلوبه، بتحس تشتغل على الايه على الوضعين الاثنين، والدراعين دول حركه الستاند بشكل عام، الانبوبه بشكل عام، لكن الكولوميتر ممكن يتحرك ايه افقيا في اتجاهين تانيين برضو وانت بتشتغل بعض الاحيان. الانتي سكاتر جريد، الانتي سكاتر جريد الجزء التالي للكولوميتر زي ما قلنا ان هو ممكن اسفل المريض. الانتي سكاتر جريد لما الاكس راي بيم بيمر خلال العيان، بعض الاشعه السليمه اللي هي الدايركت بيم بتنفذ وتروح للفيلم، والاشعه الاخرى الجريد بتاخدها، الاشعه اللي هي جايه معوجه او سكاتر الاكس راي دي بتاخدها. الاكس راي الجريد دي عباره عن بيسموها ساعات الانتي سكاتر جريد او سكند راديشن جريد. السكند راديشن ديت اللي غير مرغوب فيها اللي هتعمل نويز دي بتتسحب او تتشفط او تتفلتر او ما تعديش من الجريد دي، كان الجريد دي عباره عن شبكه او كفلتر دي بتمتص هذه الاشعه عشان تمنع البلورنج اللي ممكن يحصل في الصوره او الخطوط اللي ممكن تحصل في الصوره. الجريد دي بتبقى ديليكت يعني ضعيفه جدا وغاليه جدا وسهله الكسر وصعبه الاصلاح، لازم تعمل بحرص جدا، ولازم لو بنغطيها بطبقه بلاستيك خفيفه للحمايه وما بتتصلحش، وديت عباره عن جزء اساسي موجود في الكاسيت يعني تحت المريض بحيث انها ايه. طب هنا لما تبقى الجريد تحت المريض يعني المريض يعني الاشعه خدها المريض، احنا بنقول لو بنصور بدون الجريد ممكن يخلي المعاملات قليله جدا كتير، على اساس ان كميه الاشعه اللي بالجريد بتبقى 10 اضعاف كميه الاشعه، وانا
بدون استخدام الجلد، يعني لما استخدم الجلد بستخدم اشعه اكتر، لان اللي نازل جزء منه كتير معوج وجزء منه تالف، فالجلد بتفلتر. دي صوره بتقول ان الصوره النقيه قوي اللي على اليمين ديت دي صوره باستخدام الجلد، الصوره اللي على الشمال ديت صوره بدون استخدام الجلد، واضح النقاء اللي موجود في الصوره، وواضح التباين اللي في السوفت تيشو اللي موجود في الصوره برضو، البون واضحه بشكل كويس جدا والسوفت تيشو باينه كويس جدا. طبعا الجلد بحسن الصوره بشكل كبير جدا. سابع حاجه بعد كده الكنترول بانل. الكنترول بانل هي اللوحه اللي بنشغل منها الجهاز. دي عباره عن سيبريت يونت متصله بالجهاز، وبتبقى بكابلات طويله جدا عشان تبقى انت بتشتغل تبقى بعيد عن مصدر الاشعه. بتتعامل مع ان فيها مفاتيح مهمه جدا، فيها السويتشز الاون اوف سويتش، ده من الحاجات المهمه جدا، فيها المين سويتش، وفيها الاون اوف سويتش اللي هو بنقول عليه ساعات المين سويتش، وفيه الاكسبوجر سويتش، وفيها الفولت ميتر للقياس الفولت الكي في نفسه، وفيها انديكيتور للكهرباء اللي داخله الجهاز اللي هي الانديكيتورز، وفيها الكيلو فولت سيليكتور اللي هي المفتاح اللي تختار منه الكيلو فولت، او الزراير والمؤشر بتاع اختيارك للكيلو فولت قد ايه. وطبعا انت بتشتغل مانيوالي او بتشتغل اوتوماتيك على حسب بتشتغل ايه. فيها طبعا عارفين تاثير الكيلو فولت، ان الكيلو فولت ده بيعمل على البنتريشن، جود بنتريشن، ان انت الاكس راي هنا كل ما يعلي الكيلو فولت كل ما كان الاشعه عندها رابد سرعه في الاختراق، والاشعه دي تخترق المريض. عشان كده بنقول للمريض التخين نعلي الكيلو فولت. نعلي الكيلو فولت يعني عشان نعمل ايه؟ عشان نخلي الالكترونات تبقى عندها سرعه اكبر جدا، الاماونت اوف انرجي دي بقت هاي فريكوانسي، بقت شورت ويف، بقت مع السرعه بقت شورت ويف، بقت معناها هاي فريكوانسي، بقت البرودكشن او البنتريشن عالي في الجزئيه دي. الشورت ويف هنا الحاجات اللي هي شورت ويف لينس او اللي هي بتاعنا هاي فريكوانسي دي تطلع لي فيلم هارد، والحاجات اللي هي العكس يطلع لي فيلم سوفت. طبعا الكيلو فولت كل ما عالي كل ما كان بالنسبه لنا افضل، لكن احنا بنراعي الاعتبارات السيفتي ان ما يعلاش كتير زياده عن علشان المريض. الملي امبير، الملي امبير برضو بنفس الطريقه، ده بيعمل لي ما يسمى يحسن لي الكونتراست بتاع الصوره، لان الملي امبير ده كميه الاشعه، مرتبط ملي امبير مع ارتباطه بالتايم ده بيديني كميه الاشعه. فهنا هو في الملي متر ده بيبقى الجيج اللي بيقيس الملي امبير، والملي امبير هنا تاثيره على ان هو بيديني سفيشنت دوز او كميه اشعه كافيه انها تطلع لي صوره. علاوه على كده الاماونت اوف راديشن اولسو كنترولد باي ذا لينس اوف ذا اكسبوجر التايم نفسه، يعني كميه الملي امبير قد ايه والتايم نفسه قد ايه. الملي امبيراج ده حصل ضرب التايم في الملي امبير، يعني الملي امبير مع التايم بيديني الايه؟ الكميه الاشعه والدوز نفسها قد ايه. الكنترول بانل هنا بتشمل التايم برضو، الاكسبوجر تايم، طبعا ده تايمر بالاشعه بتفصل بعد بتشتغل على العيان ال 3 ملي امبير 4 ملي امبير، طبعا بيشتغل بالملي، الرينج هنا بالملي امبير اللي هو 1 من 1000 من السكند، الملي سكند ملي سكند اسف، 1 من 1000 من السكند. الاكسبوجر ديفايس مصر كونسيست اوف تو ستيج اكسبوجر بوتون اللي هو البريبيرنج ثم الاكسبوجر، البريبيرنج له وقته والاكسبوجر له وقته. طبعا احنا بنتكلم في الاكسبوجر مش بنتكلم في الايه في البريبيرنج. البريبيرنج ده تحضير ان هو الكيلو فولت بقى بين الكاسود والانود علشان الاشعه تبدا تخرج. ذا اكسبوجر بوتن شود بي اتاش تو ذا كنترول بانل، طبعا لازم يبقى المفاتيح ديت متصل بالكنترول بانل عشان ضبط الايه التايم وكميه الاشعه والدوز. ات از نيسيسري ذات ذا كاسود فيلمنت شود بي اكتيفيتد، الاكتيفيشن ده هو الايه البريبريشن تايم، كل ده اللي بيحكوا لنا كان جهاز الاداره، هو الكنترول بانل دي جهاز الاداره للجهاز. الكنترول بانل سيفتي ديفايس، بعد كده بتحمل السيفت ديفايس زي السويتشات، المين سويتش والاون اوف سويتش والاكسبوجر سويتش، الفيوزات الخاصه بالجهاز والسيركت بريكر اللي هي المفاتيح اللي بتلقط الملي امبير والكيلو فولت. بتعمل برضه
بعد كده هيبقى فيه الاكس راي ديتكتور. الاكس راي ديتكتورز مين اللي عندنا نوعين، عندنا الكمبيوتر كمبيوتر راديوجرافي اللي هو السي ار والديجيتال راديوجرافي. طبعا الاول هما الاثنين متزامنين في الـ في الـ في, في وقت ما ظهروا لنا، ولكن احدهما اقل في السعر اللي هو السي ار، وبعدين لما جه السي ار اتعمل عشان يشتغل مع اجهزه اشعه قائمه. لكن الدي ار لما بدا يظهر بشكل كويس وكبير وكتير بدا يتعمل الجهاز ويز دي ار بليت، يعني الجهاز جاي ديجيتال راديوجرافي اصلا، الجهاز هو نفسه بنسمه جهاز الاشعه دي ار اصلا، يعني هو جاي بالدي ار وفي دي ار يتوصل مع جهاز الاشعه والسي ار. طبعا المذكره ما استفادتش في هذه الجزئيه كتير على اساس انها جزئيه مكمله، لكن دول الاختيارين اللي عندنا السي ار والدي ار. بدون ما ندخل في التفاصيل بتاعتهم، الدي ار والسي ار ده عباره عن تحويل الاشعه الانالوج الى اشعه رقميه. هيخلي بالك هنا بيقول لي كمبيوتر يبقى خلاص رقمي، وديجيتال بقت خلاص رقمي، يبقى دي الاثنين دول بنحول اشعه رقميه. طبعا لما السي ار بقى هنا بنستخدم ايه بقى؟ الفكره فيه ايه؟ البليد ده بيتعرض للاكس راي، الاشعه اللي جايه ديت بتتخزن في فوسفورس لاير. السبيشال ماشين بنعدي الفوسفورس، خزننا الاشعه في طبقه فوسفوريه اللي هو البليت اللي هو اللي حس الاشعه ده. ناخد البليت ده ونروح نحطه في وحده اسمها ريبر او سكانر. السكانر ده يتحسس الاشعه الموجوده فيه، يعدي يمر عليه كانه لاين باي لاين كده، يمشي عليه بليزر بيم. الليزر بيم اللي لما نسيموليت الفوسفورس بليت دوت بالليزر بيم يشع ضوء ازرق، الضوء دوت يتحسب بفوتو مالتي بلاير. الاحساس بتاع الضوء دوت اللي خدناه يتحول الى شيء من انالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال، ويبدا نرسم نخطط به الصوره ونبدا نرسم به صوره تظهر لي على مونيتور. عمليه التحويله دي لو انت ذاكرت شويه كده لما كنا نتكلم في الفلورسكوبي هنلاقي ان هي قريبه من الفلورسكوبي، يعني فكره الفلورسكوبي هي نفس الفكره دي، فهو عملها في جهاز خارجي اسمه سي ار. التحويله ديت ادتني صوره على الكمبيوتر، الصوره اللي على الكمبيوتر دي افتر زينش بليت از ريد ات از اريست. احنا هنا ايه ارينا الفيلم، خدنا الصوره منه، يتمسح تمهيدا للصوره الايه الجديده اللي جايه وراها، الصوره الجيده اللي جايه وراها. ذا جود اند باد سي ار از ذات انيبل ديجيتال ايمجنج ويز تراديشنال ورك فلو اوف اكس راي فيلم، يعني كله بيطلع الايه الصوره. والسي ار لايك فيلم نو سنكرونايزيشن تو ذا جنريتور. السي ار هنا منعزل عن الايه؟ عن الجنريتور، يعني كانه كاسيت عادي اللي هو الفيلم العادي، بحط عليه صوره وباخدها احطها في ريدر اقراها، بقت الصوره موجوده على المونيتور. ايه يعني كده عامل كان دي عمليه التحميض، بقى تحميض بقى مش باحماض، لا ده انا قريتها لان عملتها سكاننج، عملت لها ايه ريدنج او سكاننج على الريدر. هنا هوت الدي ار بقى بحاجه ثانيه بقى، يتزامن مع الجنريتور وياخد ويد ويد اوامر للجنريتور عشان يظبط الدوز، يعني فهنلاقي في فروق بقى بعد شويه. لكن هنا السي ار اداني ميزه مهمه جدا، اداني صوره على الكمبيوتر، الصوره اللي بقت على الكمبيوتر دي صوره بقت رائعه في حاجه مهمه جدا. هبدا اتعامل مع امكانيات الكمبيوتر فيه. الديجيتال راديوجرافي اللي هو الدي ار هيختصر خطوه من الخطوات دي بقى. الاكس راي الديجيتال اكس راي هنا في الصوره بتنزل على ديجيتال اكس راي سنسور، يعني هو حساس للاشعه مباشره، بدل ما ينزل على فوسفورس لاير لا بينزل على وحده حساسه للاكس راي. دي بتديني بتعلي الكفاءه طبعا، وبكيميكال بروسس معينه بتحويله معينه يحصل ان الصوره تتحول لديجيتال مباشره وتتحول على المونيتور عشان تظهر قدامنا على الشاشه. ليس راديشن كان بيوز تو برديوس ذا ايمج. اول دي ميزه مهمه جدا، ان انت بكميه اشعه صغيره تقدر تحصل على الصوره، فدي الحاجه الكبيره قوي في الدي ار ان اقل في كميه الدوز، دي حاجه مهمه جدا. في الكونتراست بتبقى اعلى،
with the DR the image is converted to digital data in real time. هنا real time معناها ايه؟ وانت بتاخد الصوره، الصوره بتتحول فبتشوفها. العيان وهو نايم لو الصوره مش عاجباك تقدر تعيد الصوره، لكن في السي ار لازم تروح تصور العيان تاني. يعني دي بقى دي ميزه تانيه في الدي ار. يبقى انت بتقدر تاخد الصوره ريال تايم. ريال تايم دي معناها ان الصوره لو مش عاجباك وظهرت قدامك على الشاشه تقول استنى يا عم الحاج وتصور الصوره مره تانيه. هنا هوت ما تعيدش في ثواني تاخد الصوره. السكان تايم بتاع الدي ار اسرع من السكان تايم بتاع السي ار. السي ار بياخد دقيقه في الفيلم، الفيلم اللي هو مقاس 17 في 14 بوصه ياخد فيه دقيقه في السي ار، لكن الدي ار يبقى اقل من هذا التايم والعيان لسه موجود وما انتش محتاج تنقل الكاسيت وتروح تتحرك للمكان اللي فيه الريدر، لان الريدر في غرفه الكنترول لكن الثاني موجود في نفس المكان. انستد اوف ذا اكس راي فيلم ديجيتال ريديوغرافي يوز ديجيتال ايمج كابتشر ديفايس. This device advantages المزايا بقى بتاعته انها بتبقى مراجعه الصوره بسرعه والاتاحيه بتاعته بسرعه جدا. الكوست طبعا هتبقى اقل هنا، بتختصر خطوات وبتختصر وقت وديناميك رينج اعلى، يعني معدل برودكتيفيتي اعلى برضه. الحاجه المهمه جدا برضه الكواليتي اوف ايمج بتبقى اعلى بالاضافه للدوز اللي هي الاقل. بشكل عام الديجيتال راديوجرافي واخد المنظر اللي قدامنا ده، ان الاكس راي بتنزل على المربع الاخضر ده بيبقى عباره عن هو الـ 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 الحساس اللي هيحس الاكس راي، والحساس دوت بما انه بقى مربعات فهو هيدي البيكسلز اللي هي الى ما يسمى الانالوج ديجيتال كونفرتر وترسم الصوره اللي هي الديجيتال المباشره اللي قدامي. فلو انت قلت بان في اكس راي وفي بيكسلز وان بروديوسر كونفرتر هو ده الراديشن ديتكتور سواء في السي ار او في الدي ار، يعني ايه عمليه تحويل الاكس راي الى صوره ديجيتال؟ هي الفكره فيها كلها تحويل الاكس راي الى صوره ديجيتال، ودي كانها البروسس اللي بتحصل. بقت راحت فين الصوره بقى؟ لما الديجيتال ايمج راحت على ميموري، الميموري بقى تطلع كانها صوره تبان قدامنا على صوره. كل السي ار والدي ار وايدر دوز رينج، يعني بيديني بيدي سمول دوز سمول اكس راي دوز الاثنين برضه بشكل عام، بس اقل من الدي ار، اقل من السي ار. وكان بي بوست بروسيسنج ذا ايمج، انت تقدر تبعت الصوره تتعامل مع الصوره بعد تصويرها بتغميق بتفتيح بدوران بحاجات شويه ايه مزايا. الكمبيوتر كابلت بتضاف على الصوره من التخزين والاسترجاع والطباعه، تبقى الصوره متخزنه عندك، دي ميزه كبيره جدا. تتعامل مع الشبكه بتاع الكمبيوتر بالسند والريتريف والريسيف واند والريسند، سند يبقى ارسال واستقبال الصوره عبر شبكه ضمن انظمه الباكس او انظمه الاركايفنج. سيف تايم اند ماني، طبعا هتوفر وقت وفلوس بسبب الفاست ايمجنج تكنيك. مفيش ويت بروسيسنج، مفيش تحميض يدوي باحماض وتلوث وكلام زي تلوث بيئي وكلام من ده. الدي ار بقى عنده مزايا ثانيه، بيحسن الورك فلو، يعني الانتاجيه بتعدل الافلام في الوقت الواحد بتبقى اعلى ومع هاير كواليتي الايمج، وبعدين متزامن مع الجنريتور، والدوز بتقل بتلت الدوز اللي هي موجوده في السي ار. ده بالنسبه للايه؟ للدي ار. الكومنت الاخير ان الاجهزه الوقت بقت الدي ار بقى هو يتعمل اوتوماتيك في الجهاز، والسي ار بدا يعني يقل شويه والاسعار بدات تقل، يعني بتشترك بمليون جنيه بتشتري جهاز دي ار بجهاز اشعه مع بعض. اللي راحت العيان هنا بقى لها ثمن، وسرعه الانجاز لها ثمن، ومزايا الكمبيوتر لها ثمن. المزايا بتاعت السي ار والدار هي الصيحه الجديده وهي الموضه الجديده، وده الترند اللي الناس ماشيه فيه، ده الحاجات الجديده كلها. بينتهي كده الشابتر الواحد في ماده المينتنس في اكس راي ديفايس. بشكركم والى محاضره القادمه.